كذلك أكدت ممثلة مصر أمام العدل الدولي على أنه يجب أن تدافع إسرائيل أو تدفع إسرائيل التعويضات اللازمة للخسائر التي تكبدها المدنيون العزل بالأراضي الفلسطينية المحتلة. وأشارت المستشارة ياسمين موسى إلى ضرورة أن يكون هناك دعوة لإسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. إسرائيل تستمر في ممارسة سلطاتها على الأراضي المحتلة بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة التي ننظر إليها على أنها وطن واحد. إذا ما أشرنا إلى قطاع غزة كجزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 وأرض الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين، لا بد من أن يكون هناك شجب وإدانة لانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتحديدا الحق في تقرير المصير. هذا الانتهاك الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي الممتد وعملية الدمار الشاملة التي تمارسها إسرائيل في قطاع غزة وتعيد غزة إلى العصور الوسطى، ما يوضح مدى خطورة هذا الاحتلال ومدى انتهاكه المبادئ الدولية. إن الاحتلال الإسرائيلي الممتد هو غير شرعي وغير قانوني بحد ذاته، ويجب أن يكون هناك بشكل عاجل دعوة لإسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية ودون شرط. والمبدأ الرابع الذي يجب النظر إلى إسرائيل على أساسه هو التمييز العنصري وعملية الفصل وعملية الإخضاع التي تمارسها بحق المواطنين الفلسطينيين.